بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فإن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تعلم على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فهو خادمه الذي صاحبه 10 سنين، فكانت نعمة الصحبة، فما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته. وهذا دليل على حسن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومما تعلم أنس رضي الله عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأثر العظيم الذي يقول فيه: باكروا بالصدقة، أي أسرعوا إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، بمعنى أن الإنسان إذا فعل الصدقة حصنه رب العالمين سبحانه وتعالى وحفظه من البلاء، وإذا وقع البلاء كانت الصدقة سببا من أسباب الشفاء. أما كون الصدقة سبب من أسباب الوقاية من البلاء، فهذا ما أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فتعلمنا من هذه الأحاديث النبوية المباركة أن الإنسان إذا صنع المعروف وتصدق على المحتاجين فإن ذلك يكون سببا لوقايته من مصارع السوء والآفات والهلكات والابتلاء. وأما كون الصدقة سببا من أسباب الشفاء، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، أي كما تداوون المرضى بالأدوية المادية وبالذهاب إلى الأطباء وبالأخذ بالأسباب، فإن هناك علاجا روحيا وعلاجا نبويا وعلاج معنوي ينبغي أن يصحب هذا التوجه. ومن ذلك الصدقة، فإن لها سرا عجيبا في جلب الشفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن رجلا سأل ابن المبارك رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ كذا وكذا، وقد عالجتها بأنواع العلاج فلم أنتفع بذلك. فقال له ابن المبارك: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه إلى الماء، فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل
فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال البيهقي رحمه الله: وفي هذا المعنى أيضا حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله صاحب كتاب المستدرك، فإنه خرجت في وجهه قرحة وعالجها بأنواع العلاج فلم تذهب. وفي يوم من الأيام رأت امرأة صالحة ممن كنا يحضرن مجلس العلم، رأت في منامها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فأخبرت بتلك الرؤيا الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره ليشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. والمواقف والقصص في هذا الشأن أكثر من أن تحصى، وذلك مصداق لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يا دكتور عبد الله، ماذا نستفيد من هذا الأثر المبارك لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي يحث فيه على الصدقة، وأن الصدقة سبب من أسباب دفع البلاء ومن أسباب الشفاء؟ نستفيد من ذلك أن الإنسان إذا مرض عليه أن يأخذ بالأسباب المادية، وأن يذهب إلى الطبيب وأن يأخذ العلاج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا يا عباد الله. ولكن هذا مع عدم إهمالنا للأدوية الروحانية من الصدقة والدعاء وغير ذلك من الرقية بالفاتحة وبكتاب الله سبحانه وتعالى وبالمعوذات، فإن لذلك سرا عجيبا في التعجيل بالشفاء. ومن ذلك الصدقة على الناس وتفريج كربات المكروبين. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا أنس بن مالك وعن جميع صحابة رسول الله الكرام وآل بيته الأطهار.